تستمر تقاطعيني كثير؟ فاطمة الحق ما يزعل، انت غلطتي. عادي حطي نفسك مكاني، وش بتسوين؟ حطي نفسك انت مكاننا، لو كان سوينا فيك اللي انت سويتيه كان سكتتي؟ بصراحة لا. ابني فين؟ فين وديتيه؟ أنا كنت عارفة إن هاليوم ما حيعدي على خير. مضيعة ولدك؟ روحي دوري عليه. ولا أقول لك أنت أساساً متعودة، روحي الشرطة قدمي بلاغ. أنا تنزلت عن البلاغ. والله؟ بس أنتظر إسوارتي. فاطمة، من بعد ما زرتي صهيب دخلت الغرفة ما لقيته. طلع وللآن ما رجع، فين ابني؟ أجل بقول لك شيء. لازم تغيرون كاميرات المستشفى. وحتى السكيورتي. أجل شلون يطلعونه من غير أوراق خروج رسمية؟ الناس قاعدة تناظركم، اهدوا شوي. أبغى أعرف فين ابني؟ إيش قلتي له؟ هددتي؟ بإيش خوفتي؟ خوفتي صح. ولدك يخاف من خياله، ما يحتاج أحد يخوفه. كفاية غلط فيه وفي ابني. أنا ما غلطت، قلت الحقيقة. ومرة ثانية تشوفيني واقفة مع أحد، ما تجين تفتحين سوالف عائلية، تاخذيني على جنب، ما لدع الناس تسمع فضايحنا. نوره